طيب معانا خبر تاني، هو الحقيقة عن الفنانة ميرنا المهندس. قبل ما نقول الخبر ده عايزين نقول لكل المواقع وكل القنوات، يا ريت قبل ما نقول حاجة يا ريت نتأكد منها. يعني اتقال ان هي بتعاني من مرض بيهدد صحتها وهي محجوزة دلوقتي في المركز الطبي العالمي بسبب إصابتها بنقص في صفائح الدم. الأطباء قالوا إن سبب المتاعب الصحية دي بسبب عملية أجرتها في المعدة وهي صغيرة، وطبعا إحنا بنتمنى لها الشفاء العاجل وترجع لجمهورها بألف سلامة. طبعا يعني في كلام كتيرة قوي اتقال بخصوص مرض ميرنا، اتقال كمان إنه على لسان الأب بطرس دانيال، وهو معانا دلوقتي على التليفون عشان يطمننا على حالتها الصحية. وصباح الورد على حضرتك. يا اهلا وسهلا بحضراتكم، صباح الخير لحضرتك. صباح الورد واهلا بيك، وعايزين نطمن على حاله ميرنا الصحيه. هي حالتها كويسه ومستقره، وبعدين اللي عجبني فيها كنت عندها اول امبارح عندها ايمان قوي جدا بالفعل ربنا، وانه هيمد ايده يكون دايما معاها. اي واحد فينا بيمر بوعكه صحيه ده طبيعي، بس اللي زعلني انا طبعا انا حطيت عندي على الفيسبوك على صفحتي بطلب من الكل، بقول الفنانه ميرنا زرتها وعايزه مننا كلنا صلوات ودعوات حتى تتعافى، وبنصوم ربنا يشفيها. طبعا الناس جميله جدا، وفي حد سالني من اصدقائي قلت له هي بس بتعاني من حاجات بسيطه، فطبعا حطوا مواقع بمزاجهم اي حاجه. طبعا زعلوا الاسره وهي زعلت، قلت لها لا انا طبعا ما اقدرش يعني اهين اي حد، انا لما بكلم عن اي حاجه في حاجات ما بقولهاش كمان، لان المفروض الصحافه وخاصه الحاجات الالكترونيه الجديده طالعه مع البعض انه يراعوا حرمه الشخص ويراعوا نفسيته ويراعوا طبعاً. كل حاجه، في اخبار بتتكتب وفي اخبار لا، في حاجات تتنزل وازاي الطريقه. طيب انا طمنا واحد على حالتها، يعني هي عامله ايه دلوقتي؟ هي يعني كويسه الحمد لله، امبارح كلمتها واطمنت كمان عليها، والفنان عمرو عبد العزيز برضو كلمها وقعدنا نطمن عليها، ومبسوطه يعني في حال افضل الحمد لله، الحمد ونتمنى لله. كلنا بنطلب ربنا انها في اقرب وقت في اقرب يا لحظات رب تكون امين في يا رب. بيتها وترجع معافى تماما. طبعا انا بضم صوتي لصوت حضرتك، واحنا هنا كلنا من اسره البرنامج بنضم صوتنا لحضرتك، ان يا ريت اي صحافه اي مجله اي ويب سايت اي صحفي يتحرى الدقه ويعرف الحاله ايه، عشان دي اكيد بتاثر سلبيا عليها. يعني حتى وهي في المستشفى اكيد لما بتسمع انه طول الوقت تدهور حاله ميرنا المهندس، تدهور حاله ميرنا المهندس ده اكيد بيأثر عليها بشكل سلبي، ولكن يعني اكيد حضرتك طمنتنا على حالتها، وان شاء الله قريب جدا جدا تكون هي كمان معانا في مداخله تليفونيه وتنورنا في البرنامج وتطمنا على نفسها. يا رب. وبعدين يعني الواحد بيحط على لسان الناس حاجات ما بيقولهاش، وده مش حلو خالص. يعني اللي ظهرنا كمان في اليوم ده هي ليها حبايب كتيره جدا، لانها فنانه محترمه طبعا جدا وبسيطه، وعشان كده كله قلق عليها، لكن هي محترمه جدا جدا. فطبعا احنا بنطلب من الجميع ارجو دايما التحري من المعلومات، وتتكتب بطريقه شيك جدا ما نهنش اي حد في معلوماتنا. ده حقيقي، بنشكرك شكرا جزيلا، وبنتمنى مره تانيه ان الناس تتحرى الدقه وتدعي للفنانه الجميله ميرنا المهندس وترجع لنا بقى مره تانيه وتنور الدنيا كلها.